E la quando questo, come de bella programma. Calle Mara. Este baja. قلب بيكم بعد الفاصل. معلش البيتزا اللي كلتها ضربت معايا. عشت الدور بقى قلب. هي على فكرة إيطاليا. إحدى يعني فوائد بيتزا الشيف محسن. خليك تكلم إيطالي. ما نشوف الكالزوني هيعمل إيه يمكن يدينا حتة ثانية. لا لا إن شاء الله الكالزوني ده جميل. طيب أهلا بيكم بعد الفاصل. بيتزا طبعاً خرافية ومش قادر أقول لكم إن أنا قاعد ببص يعني زعلان إن أنا واقف هنا عشان نفسي أجرب الكالزوني اللي رشا خدته وحطته تحت الترابيزة. شيف محسن هيعمل لنا بيتزا تانية. إن شاء الله. هنعمل إيه النهاردة؟ حاجة بيتزا احنا يعني بنسميها بيانكا يعني بيضه يعني من غير طماطم تمام خالص ومن غير كمان موتزاريلا ومن غير بيتزا لا ممكن العجين بس وهنحط عليه حاجات هيطلع لنا برضو نوع من البيتزا حلوة قوي هي بيننا هنبدا هي نبدا نفرد زي ما احنا قلنا برضو شويه دي بسيط كده و 550 اه العجين بتاعنا طبعا انتوا عارفين المقادير قلنا قبل كده كتير اسمعه 500 لتر ميه زائد 50 يعني 550 لتر يعني 550 مللي مللي معلقه سكر معلقه سكر معلقه ملح معلقه ملح نص فنجان زيت جميل وايه تاني ودقيق كيلو دقيق برافو عليك كيلو دقيق كده بنخلط كله وبعدين نحط الدقيق ايوه وتتخمر بتخمر ماشي طبعا ما هي الاول 20 جرام خميره مش مذاكره من 15 مش مذاكره 15 كده احنا خدنا اهو البيتزا خلاص على بال ما هو اتكلم خلاص بيتزا اتفردت اهي هنجيب الصينيه بتاعتنا وبرده نفس المساله هنعمل بالزيت نملى مساحه البتاع كلها زيت كده هتزوري تزوري يا رشا يا خنسوه هتزوري بص جدا المنظر من جوه جدا صح تعرف الشيف مش بياكل ليه حاضر كيف يزور نوع من عيني شندويتش روعه وبعدين روح عامل كده عالفان شايف عامل خلاص يا ابني ايه اللي تزوق دي عمال اكل وسايب الراجل ما يصحش حتى ياكل بيزا ما مش عارف ياكل بيه ابدا منين خلاص كده انا برضه هنرصص الاحرف يا شيف زي ما انت بتعمل كده لازم طبعا طبعا ننزل حروف الملزقه كده في الصينيه كده ما تيجي هنا يا شيف كده عشان نوري الناس اوكي اتفضل معاك انا هنظبط الاحرف دي كويس بالايد طبعا اه ما فيهاش فكره مش محتاج ان انا اجيب نشابه ولا كلام من ده زي ما قلنا قبل كده نشابه بص يا كريم على الايه بالايطالي قول لنا زيت ماتاريلو ماتاريلو ده اللي هو انواع يعني فيهم يعني احنا بنقول لكم الاسماء بالعربي والايطالي ماتاريلو يعني زيت ماتاريلو يعني نشابه نشابه بتتفرج على برامج الطبخ وانت بتاكل انا دلوقتي قاعده بتفرج على التلفزيون حطيت شويه كده علي شويه وهنبدا ان احنا فين الريموت نعمل الزيت ده كده اهو بقى يعني بمسحها كلها الوش كله زيت عشان بس يديني الاحمرار يديني اللون البني اللي هو الوردي ده الحلو الفاتح ده احنا لا الطماطم دي في الاخر يا كريم اخر حاجه اهي دي في اخر, آخر الطابور تتحط فريش ما تتحطش في الفرن اوكي بعد ما يعني بعد ما بتطلع من الفرن وممكن تتحط برضو بس في الاواخر اللي حابب طبعا عشان ما تنشفش اللي حابب يحطها في الفرن ماشي لكن انا عن نفسي بقى حابب ان انا تتحط ايه بصوا يا جماعه بسن البتاع دي لو انتوا عملتوا كده بتظبط لكم ايه الاحرف بسهوله خالص ما فيهاش اي شويه ظبط لك صغيره ما حدش ظبط لك الدنيا بسهوله المهنة. انا خلاص خلصت هنا كده هعمل ايه هجيب اي شوكه او اي بس انا حابب زي او سكينه بالسن بتاعها عشان دي يا جماعه لما بتخش الفرن هتقبل مننا هتبقى عامل العيش انا مش عايز عيش انا عايزها بيتزا بس من غير حاجه بس بيتزا فانا هخرم كده بسيط عشان تتنفس بسيط طبعا وعشان ما تعلاش اهم حاجه كريم انا مش عايزها تستكه يعني الوش يسيب تنفش تبقى عامله زي الرغيف البلدي لما ينفش من وشه من ظهره كده خلاص ما بقتش بيتزا فانا بعمل كده بس بسيط يعني مش كتير اهم حاجه طبعا الحروف اللي هنا دي كده وهي بتتقفل يا جماعه ثاني لوحدها خلي بالك لما تخش الفرن بتتقفل تاني الخروج دي ما بتبانش يعني احنا المره اللي فاتت برده في حلقه سابقه يعني عملنا نفس المساله حطينا الحاجه خرمناها ودخلناها خرجت ولكنها اتلمست يعني احنا هنخش يا جماعه برده هنخش الفرن نسخنها كده شويه يعني بيخش الفرن يرجع تمام نسخنها بسيط وبعد كده يعني اسيبها دقيقتين ثلاثه في الفرن تسخن هطلعها
وابدا احط الانجريدينت بتاعتي او المكونات مكوناتي. بتبقى عباره عن جبنه شيدر او اي نوع جبنه، بس بتبقى شرايح عشان اكسي كل الايه البيتزا كلها. والخضروات بقى انا اخترت الكوسه زوكيني او الزوكيني سين الزوكيني. شايف حضرتك بتحب الكوسه ولا دي الطلاينه بيحبوا؟ اصل انا شايفه انك الكوسه يعني عايز تحطها في السلطه كمان. بصراحه هي اكله جميله وخفيفه كمان، الكوسه خفيفه بس بتخش في البيتزا كتير جدا. لكن ممكن يتعمل بتنجان، ممكن تتعمل، بس انا حاطط الكوسه بقى بالذات المره دي. ليه؟ لان هي البيتزا اسمها تيروليزي. تيروليزي كده اتفهمت القصه. ليه تيروليزي؟ عشان بيتحط لها لا اصلا ده نومي نوم يعني نيم ما اقدرش. هي اسمها كده. ف بتتعمل التيروليزي، البيتزا التيروليزي بتتعمل بالكوسه، وتبقى ممكن تحطيها فريش برضه قطر رفيع، او يتعمل على الجريل تشويها. امال ايه البلانكو الاولانيه؟ بلانكو كان في كلمه بلانكو الابيض. البيانكا البيانكا يعني بيانكا؟ بيتزا بيضه. اوكي. ما في بيتزا بيضه من غير طماطم. بيتزا بيانكا. اللي هي البيانكا يعني بيانكا من غير طماطم، عايش لان البيانكا من غير طماطم. الروسا يعني حمراء من غير موتزاريلا. اوكي ده علم. طبعا. والبيتزا العاديه اللي هي بالطماطم والموتزاريلا يعني بيانكا البازر. اللي هي من غير حاجه بيضه. انت تفردي البيتزايه، حطيتي طماطم وموتزاريلا، دي بيتزا عاديه. حطيتي موتزاريلا بس وحطيتي مكوناتك، دي بيتزا بيضه. حطيتي طماطم وما حطيتش موتزاريلا وحطيتي المكونات، بقت بيتزا حمراء. اللي هي اسمها ايه بقى؟ روسا. روسا. تانية بيانكا. ولا هيجي جنب البيتزا البيضة هتبقى ليلة زوجة. يعني لا هي يعني في 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 يعني هم يعني انواع البيتزا مش هتخرج عن الثلاثة دول. بس طبعا في انواع كتير بقى واحنا ما نعرفهاش. ممكن التوبينجز بقى هو الحاجات اللي بتحط عليها هي اللي بتغير اللون. فوق ال بس هم ثلاث انواع اللي هم الثلاث بنات اللي انت قلتهم. بيانكا اربعه طبعا بالكالسوني. لو هنتكلم في الانواع الكالسوني ما هو يعتبر بيتزا برضه، لانه بيتحط في المنيو بتاع البيتزا. اوكي. فيبقى هم دول بس يعني مش يعني مش هتخرج عن كده. احنا بتقعد بقى البيتزا دي في الفرن قد ايه يا شيف؟ دقيقتين. بص هي دي ممكن تتحط داخله سبق في فرن زي ده من 7 لـ 8 دقايق. فرن بيتوتي، فرن بتاع البيت. ما عندكوش فكره يا جماعه، الفرن اللي احنا بنشتغل عليه بيعمل البيتزا في اقل من 50 ثانيه تكون استوت. اللي هو بيبقى الستون بيكت اوفن ده، اللي هو بيفتح اللي هو بيعدي 350-400 درجه. اعتقد برضه شايف ان الفران اللي فيها مراوح، الكهرباء اللي فيها مراوح بتكون اسرع من الفران. في الفران عموما بتاعه اللي هي الكوميرشن ده يعني التجاريه اللي في المطاعم دي لازم يكون الامبير بتاعها بيوصل في 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 افران بتوصل 600. كهرباء 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 غاز. وفي في الفحم برضو يا جماعه، في الفحم يا رشا ممكن بيبقى فيه افران بيتحط لها ترمومتر. انا بزود الفحم وبزود لحد ما توصل للدرجه اللي انت عايزها، الفلامة او النار بتزيد. هو بيقيس لي الترمومتر، بيقيس لي على طب شايف انا عايز اسالك. اتفضلي. انا عايز اشتري فرن والله ده إيه حقيقي اجيبه ايه عشان البيكنج يطلع حلو؟ يا ريت اقدر اقول لك هنا، لان انا طبعا هنا في مصر ما انا عندي نصيحه في الموضوع ده، لكن اعرف انواع طبعا ايطالي. مش لكن براندز يعني اجي احسن واحد يجيب فرن فيه مروحه ولا طبعا مروحه طبعا مروحه طبعا عشان توزع معاك وتاخد معاك الوقت البتاع دي عليت، فانا اعمل ايه؟ برفع بس كده هتهبط. هتهبط خلاص كده. انا دي مرحله احنا عملناها، هنبدا نحط لا بس ده بنطلعها من الحلقه تاني. انا هبدا بقى احط الايه الحاجات بتاعتي عشان تبقى بيتزا بقى اكملها تبقى بيتزا. هعمل كده اهي وخفيفه جدا وسهله وطعمها كمان اكيد هيكون جميل يعني اكيد او اعتقد مش عايز اقول احنا اللي هنقول عشان اكيد كريم مش هيقدر يدوق حاجه تاني. كريم شبع خلاص. انا كريم مش هيقدر يدوق. في مكان تاني انا عايز اقول لكم حاجه بس يعني خلوني اشرح لكم ازاي الجسم البشري بيتكون. زي اي رياضه لا ازاي بيتكون. لازم انت عمرك نزلت رحت الجيم من غير ما تسخن؟ لا طبعا. معدتك كده بالظبط لازم تسخنها ببيتزايه على الاقل
ده المقادير يعني. واحدة تسخين ده مقادير تسخين بيتزا على الاقل واحد كرتوني وبعد كده بقى شويه التريسا ميسا يا جماعه. انا عايز اقول لكم ان كريم ما بيقبضش، كريم بيجي بياكل بالعشاء. طب بيدفع كده يعني؟ بصراحه هو ضيف جميل وعزيز بصراحه. ربنا يخليك كريم. اه طبعا خلفت الا كريم. بالادب بسوس الخلق سوس الخلق. ارش رشه. اه طبعا لازم. الله ده ايه بقى انت كده؟ ده زعتر. زعتر الزعتر اللي انت بادئ من فوق. نكهه حلوه للبيتزا. مش عايز احط كتير. لا لا حط. هو بيعمل ايه؟ خايف ابوظها. ما تخافش تكلم يا ابني. انا بوظت الدنيا. وما توقعش كل الزعتر على البتاع يعني. ما تعملش زي مراتي بقى. بص كده. بس قول لي ما توقعش الحاجه على البتاع. انا ما صدقت لقيت واحد ينسكني. كده احنا يا جماعه خلاص خلصنا. ممكن ندخل الفرن تاني بقى؟ ممكن ان احنا نحط الطماطم فريش وادخلها الفرن. بس انا عن نفسي بحب اكلها بعد ما تخرج احط الطماطم. الطلاينه بيعملوا ايه؟ اه ايه الطلاينه بيعملوا ايه؟ لا في ده وفي اللي بيحب ده. بس يعني الماجور بارت يعني بتتاخد في اخر السوا. اخر السوا يا شيف بيحطها فريش وهي خارجه. عشان احس برضو سخونيه وحاجه يعني بيبقى في كونتراست في الطعم. سخن وساقع. سخن وساقع. بلاش سخن وساقع. سخن كله على الارض عليه. سخن كله الطعم بيبقى متقارب شويه لكن مش عارف اوصلك ازاي. بيبقى في بيديها تيست معين بين البنين يعني ما هيش مش حاجه سخنه بس لا ده في حاجه ساقعه فوقيها فريش كمان. وبعدين الطماطم كريم الشيفات اما يجوا يعني احنا بناكل هما انتوا بجد بيهتم سخن وساقع حلو. يعني احنا بناكل هو بيتذوق بيشوف مراحل في الاول بتبقى ايه وفي لسعه ايه. احنا بنفهم خلاص. طب دي بقى هتتحط في الفرن اكيد تقعد مثلا 3 4 دقايق على الحال ده كده مره كريم يسال نفسه ماكسيمم 5 دقايق في فرن زي بتاع بس في فرن عالي. وحاجه مهمه جدا يا جماعه فتح وقفل الفرن لا الحاجه عموما البيتزا او اي او الحلويات او الفرن يسخن الاول وبعدين ادخل الحاجه صح. مش احط الحاجه والفرن بارد باظ. ايه اللي هيحصل بقى البيتزا ليه احنا بنخلي النار عالية قوي؟ عشان يسويها في زمن قليل ويبقى لسه فيها ميه. ما فهمتش. نداوه. لكن انت تخيلي ان انت هتبداي يا رشا من الصفر وتبدا تسخن واحده واحده. هيتبخر الميه بتاع اللي في العجين قوي. هتنشف. تطلع مقدده. احنا بنقول عليها مقدده. ايه مقدده. بقت وحشه. ايه ده يعني ايه مقدده بالايطالي؟ ادودو. فيعني ايه؟ هي المساله ان البيتزا لازم تستوى في زمن بسيط قوي. عشان تستوى تحتفظ. تستوى دي بتاعت نرمين. دي اسكندراني بقى بتاعت نرمين. تستوى نرمين حبيبتي بالسلام يعني عليكي. شوف نرمين حبيبتي يعني. هي دي المعلومه اللي كنت عايز اقولها ان الفرن يعلى وبعدين ندخل الحاجه تستوي. اوكي. ما نسويش ومع يعني ما نسيبش الفرن نخشش مع بعض. لا ما ينفعش ما ينفعش. اطلع حتى في الحلويات ما تنفعش. اطلع القتيل الجثه. انا هدخل دي هعمل كده. انا هحطها قدامكم شويه وادخل الفرن مره بالمستوي كده. وانا طبعا يا جماعه محضر برضو واحده تانية اللي هي بقى هنعملها هنقول عليها فريش. يبقى حتى خدنا شفنا الطريقتين الفريش والمطبوخ. ايوه. فاحنا هندخل دي كده حط ديت في الفرن. لا 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 ولا سحر ولا شعوذه. ابركادابرا سحر. هنعمل كده ونحط بقى ايه دي الطماطم بقى اللي هي الطماطم الفريش بتاعتنا. هنعمل كده وبيضه بيانكا اهي. بيضه ما فيهاش خالص. يعني الطماطم الفريش بس ما تعتمرش برده يعني. حطينا طماطم فريش لكن بس هي البيض ابيض. اوكي. معنى البازه بتاعتنا. برافو عليك يا رشا. لا بقول لك البازه بتاعتنا شف. انت حلقتين كمان وانا بقى حاجي بقى هتشوف. شف محسن. شف محسن بصراحه يعني بص يعني يعني انتوا الاثنين يعني ربنا يكفينا شر كريم. نورتونا بالاكل الجميل. انا يعني انا عارف ان الناس مش هتصدق الكلام اللي انا هقوله. وممكن مصداقيتي تروح من الناس. لا ازاي. بس صدقوني لما ترجعوا بعد الفاصل مش هتلاقوا البيتزا دي. نشوفكم بعد الفاصل. الحق خد لك قطمتين قبل ما يجي. الشاب ده صعب قوي.